فهاد السياق هذا والتواجد ديالنا هنايا باش نحسوا المواطنين المغاربه بانه ما يبخلوش يتجهوا للمراكز يعني لوكاسيون دو ترانسفيزيون باش يعطيو الدم ديالهم، لانه كاين واحد العدد ديال المواطنين المغاربه في امس يعني الحاجه للدم. حنا كنعرفوا بانه خاصه في هذه الايامات هذه وفي هذه اليومين هذه الحديثه السير اللي وقعت في النواحي ديال في الاقليم ديال الحوز، حنا بطبيعه الحال كنأزروا يعني الضحايا ديال هذه الحادثه هذه، وكيف قلت خاصه التواجد ديالنا هنا هو نحسوا الناس باش يعطيوا الدم ديالهم، لانه كاين واحد العدد ديال المواطنين المغاربه انا مزوق فيكم راه محتاجين في امس الحاجه. يعني كيفاش تلقيتوا الخبر ديال الحادثه اول امر؟ تلقينا خبر بطبيعه الحال واحد الياس شديد، كيف لما كتوقع شي حادثه تسير في هذا الشكل هذا، وكنعرفوا للاسف دائما كتكون حادثه تسير كتوقع في هذا الشكل، غير اما الحافله ما احترمتش القانون ديال السير او الحافله في الشكل ديالها في واحد الحاله يعني سيئه اللي اصلا ما خصهاش تكون يعني تحمل واحد العدد ديال المواطنين. كتكون كيف قلت الحافله او تاكسي او سياره ما كيف قلت ما كنحترمش شي قانون السير، كتقطع الخط المتصل للانسان ما عندوش الحق يضبل فيه وكيديرها، يعني كتولي كتتصرف في قتل واحد العدد ديال الابرياء. شكرا.